في الحجاب. طيب مسي على حبيبك وصديقك عدل انت ولا عوض ودير الحوار بنفسك. معاك الكابتن احمد حسام ميدو. ايه يا ابو حميد؟ كابتن مجدي مساء الخير. كابتن ميدو هارد لك يا كابتن ميدو النهارده حبيبي يا كابتن مجدي هارد لك. وطبعا تحيات الكابتن فاروق والكابتن خالد الغندور. طبعا سلامي ليكم جميعا، وبخص السلام للكابتن فاروق جعفر بقول الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا كابتن، الله يخليك. طبعا تحيات الكابتن مدحت شلبي ليك طبعا. حبيبك كابتن مدحت حبيبك قول لنا ايه بقى يعني التوقف فرق معاك؟ الاداء النهارده ما كانش زي الاداء اللي انت نهيت بيه الماتشين الاخرانيين بنتائج كويسه وعدد اهداف غزير. النهارده يعني معظم اللعيبه مش في مستواهم، ليه يا كابتن حسام؟ طبعا بص يا كابتن مجدي، طبعا زي ما حضراتكم عارفين انا يعني كان عندي مهمه صعبه جدا في النادي الاسماعيلي منذ بدايه الموسم، وان انا ازاي ان انا في فريق قوي. وده طبعا بدا في الاول من ان احنا خلصنا من اللعيبه. علي صوتك يا كابتن ميدو. علي صوتك شويه لو سمحت. علي صوتك يا ميدو. خليك زي صوت كابتن مجدي كده. سامعني حضرتك؟ اتفضل. كده تمام. يعني طبعا حضرتك عارف ان احنا انا واجهت صعوبات كتيره جدا من اول ما جيت النادي الاسماعيلي عشان ابني فريق قوي للنادي الاسماعيلي، لان كان طبعا في على الاقل 10 او 11 لعيب ما كانش مستواهم يصلح ان هو يلعب النادي الاسماعيلي، وواجهت حروب كبيره جدا عشان اقدر اتخلص من اللعيبه دي، لان طبعا اللعيبه دي كان ليهم بعض مراكز القوه داخل النادي الاسماعيلي داخل الفريق. والحمد لله نجحت في كده، وزي ما حضراتكم شايفين احنا منذ بدايه الموسم اداء طيب. قدرت ان انا يعني احط استراتيجيه لفريق النادي الاسماعيلي بشكل معين، ان احنا الحمد لله النهارده اي فرقه في الدوري بما فيهم الاهلي والزمالك لما بيلعب الاسماعيلي بيبقى هدفه الاول ازاي يوقف مفاتيح لعب الاسماعيلي. وده بالنسبه لي كمدرب نقطه مهمه جدا، ان انا بخلي اي مدرب بيلعب قدامي اي مدير فني بيلعب على رد الفعل، ما بيلعبش على الفعل. لكن المشاكل اللي واجهتنا في النادي الاسماعيلي اكتر بره الملعب اكتر ما منها جوه الملعب، مشاكل كبيره جدا. زي ايه يا كابتن ميدو المشاكل دي؟ لا مشاكل كبيره جدا. يعني على سبيل المثال بقى يعني ميدو من الاخر كده المستحقات؟ لا بالعكس، ده المستحقات بتاع اللعيبه كلها، اللعيبه واخده. طب قول لنا عشان ما نجتهدش يا كابتن ميدو. لا ما انا جاي لحضرتك كده، ما انت يا كابتن مجدي ما بتسيبش حد يتكلم. طيب يا سيبني اتكلم. طيب ماشي يا عم ماشي. طبعا احد اهم المشاكل اللي بتواجهني في النادي الاسماعيلي هو حسني عبد ربه. طبعا لعيب قيمته كبيره جدا وراجل اخ ليا، ويعني حسني متربي معايا. لكن حسني عبد ربه كان لما انا توليت المسؤوليه كان راجل لسه عامل من ثالث عمليه رباط صليبي، وده طبعا كان حسني كان بعيد جدا عن مستواه. ورغم ذلك انا السنه دي في الدوري العام من اصل 7 مباريات حسني عبد ربه بدا 6 مباريات. وطبعا بحاول جاهدا ان انا اوقفه على رجله، زي ما بحاول اوقف شيكابالا، زي ما بحاول اوقف مروان، زي ما بحاول اوقف عفروتو، لكن الاهم بالنسبه لي ان انا اوقف حسني عبد ربه على رجله. فطبعا انا شايف ان في مؤامره بتحاج ضدي في النادي الاسماعيلي، بطلها حسني عبد ربه واخواته، وهقول لحضرتك تفاصيل المؤامره. المؤامره دي بدات من انا لما الاول قبل مباراه المحله حصلت مشكله ما بين حسني عبد ربه واحمد سمير فرج، مشكله كبيره جدا واحنا لميناها. الاخ اخو حسني عبد ربه طارق عبد ربه شتم احمد سمير فرج على الفيسبوك، واحمد سمير فرج رفع عليه قضيه والحكم فيها الاسبوع اللي جاي. وطبعا لك ان تتخيل ان انا كمدير فني احاول احل مشكله زي دي. اثنين مراكز قوه في الفرقه بحل بينهم وبين بعض عواضي، واخوه يعني 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 رافعين عواضي على بعض. ده طبعا سبب لي فتنه كبيره جدا داخل الفريق، ورغم كده قدرت ان انا الم الفريق وان انا امشي بالفريق بشكل جيد. الماتش اللي فات كابتن حسني عبد ربه خرج في الدقيقه 60. خرج بالشكل اللي حضراتكم شفتوه، وده كان جزء من المؤامره اللي بتحاج ضدي، ان يتم ارسال رساله سلبيه للجميع ان في مشاكل ما بين الجهاز الفني وما بين اللعيبه الكبار داخل الفريق. النهارده
حسني عبد ربه خرج في الدقيقه 60 وهو كان بادئ لعيب اساسي. راح طلع عبد ربه واخوه قام تهجم على مجلس اداره النادي الاسماعيلي داخل المقصوره الرئيسيه وقال لهم ان مش حسني عبد ربه اللي يطلع بره الملعب. حسني عبد ربه ما يطلعش بره الملعب وهو بيلعب في الاسماعيلي. لجأ انت تتخيل. حكم السعود ده طبعا عمل لي مشاكل كثيره جدا جوه الفريق لان النهارده محمود عبد العزيز خارج من الملعب دي فتنه. محمود عبد العزيز خارج من الملعب لما شوف حسني عبد ربه بيعمل كده خرج من الملعب دخل على غرفه خلع الملابس والكلام ده عمره ما كان موجود في اي فرقه متوليه مسؤوليتها في نادي الزمالك بكل اللعيبه الكبار والصغيرين وفي نادي الاسماعيلي لغايه اللحظه انا كنت بكلم حضرتك فيها عمر ما الكلام ده حصل. فالنهارده كلمنا الاخ اخو حسني عبد ربه بعد المباراه لما الحاج ابو السعود كلمني وقال لي ان حصل كذا 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 كلمته قلت له يا طارق عيب ان انت بتعمل الكلام ده لان انت كده بتعمل مشاكل لاخوك. قال لي انت بتغير حسني عبد ربه فتحه صدر ومش احنا اللي يتفتح عليه حد يفتح علينا صدره في الاسماعيليه. فانا وده غير يعني ده دي انا بحكي لحضراتكم وقائع من وقائع كتيره جدا غير ان طارق عبد ربه في المباراه الاخيره لما خرج حسني عبد ربه ده علو صوته في الاستاد كله سامع بيقول له هانت يا حسني. سامعها بوداني. بيقول له ايه؟ هانت يا حسني. هانت. يعني هانت ان هو يمشي يعني. انا برفع الامر كله زي ما انا اتكلمت للحاج ابو السعود دلوقتي وهو عارف الموقف وعارف الموقف ان انا مش تعبت عشان اعمل فرقه محترمه. انا ما بنامش الليل يا كابتن ميدو عشان اعمل فرقه محترمه. طب كابتن ميدو قبل الحته دي بس كابتن حسني كان معانا معرفش انت سمعته ولا ما سمعته. انا كابتن مجدي احنا اولا عندنا قرار ان مفيش لعيب يطلع يتكلم في الاعلام. احنا النهارده الواقع اللي حصلت المباراه الاخيره أيوه. احنا خدنا فيها قرار بخصم 25000 جنيه من اللاعب وتحذيره وعدم تكرار الواقع والموضوع انتهى. انا راجل مدرب ما بحبش وبكره. النهارده حسني عبد ربه رغم المشكله كان بادئ المباراه ما عندناش مشكله. الكوره حاجه والمشاكل اللي بتتعمل حاجه. النهارده برفع الامر باكمله امام الجميع لمجلس اداره النادي الاسماعيلي يا حسني عبد ربه في النادي الاسماعيلي انا مش هكمل في النادي الاسماعيلي ولا دقيقه طول ما حسني عبد ربه موجود داخل النادي الاسماعيلي. ليه بقى يا كابتن مدحت؟ لان حسني عبد ربه النهارده بتتضارب مصالح. انا راجل بشتغل لمصلحه الفريق، مصلحه النادي الاسماعيلي، بشتغل ان انا ابني فريق قوي ل 10 سنين قدام للنادي الاسماعيلي زي ما عملت في نادي الزمالك بالظبط. وحسني عبد ربه مصلحته الاساسيه ان هو يستمر في الملاعب. يعني في تضارب في المصالح بيننا. فانت راجل كمدير فني بس انت بتلعبه يا كابتن ميدو، انت بتشركه، انت بتشركه بقرارك وانت المدير الفني. هو قال كلام بس يا ميدو معلش ما تحملش حسني كلام اخوه. يعني لو اخوه بيقول هانت او اخوه بيتخانق مع المجلس. لا 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 يا كابتن مجدي انت راجل تعرف ان انا راجل في الكوره يعني وكلكم حضراتكم عارفين لما اقول لك ان في مؤامره بتتعمل ضدي في النادي الاسماعيلي واقول لك الكلام ده لازم تفهم ان انا عمري ما اطلع اتكلم في الاعلام اقول الكلام ده لان كنت متاكد مليون في المئه ان ده كلام خطير. وبحكي لك على وقائع كامله، وقائع كامله بالتفاصيل انا قلتها لحضراتكم اهو في الاعلام. المنظر اللي انتم شايفينه قدامكم ده مش كابتن النادي الاسماعيلي اللي يعمل كده. وانا قعدت مع حسني وفهمت الكلام ده. انا راجل مدرب ما ببصش للاسماء، انا ببص لمصلحه الفريق اللي انا ماسكه. انا مشيت عبد الواحد السيد وفتح الله واحمد جعفر واحمد سمير ونور السيد، كل الاسماء دي مشيتها من نادي الزمالك لان انا رايت ان هم لا يصلحوا للعب نادي الزمالك مره اخرى، وفعلا كان كلامي صح. طبعا حضراتكم عارفين ان كان كلامي صح. النهارده احنا في مخترع طرق، انا برفع قرار لمجلس الاداره على مجلس الاداره ان هو يعمل اجتماع طارئ بكره ويتصدى لهذه المؤامره، والا لن ابقى في النادي الاسماعيلي دقيقه واحده، لان انا راجل عملت الحمد لله شغل محترم جدا في النادي الاسماعيلي بشهاده مصر كلها ان النادي الاسماعيلي بقى من اقوى فرق الدوري، الكلام ده في فتره لا تزيد عن ثلاث شهور وده في كره القدم معجزه. انت خسرت يعني النهارده حاسس انك خسرت النهارده مش كوره؟ خسرت النهارده حاجه تاني؟ لا لا مفيش مؤامره داخل الفريق يا كابتن مجدي. المؤامره مش داخل الفريق. المؤامره بتحاك من خارج الفريق وده ممثل ضغط علينا كبير جدا. احنا مش هنشتغل في هذا المناخ. لازم مجلس اداره النادي الاسماعيلي يقرر يا اما مصلحه النادي الاسماعيلي يا اما بقاء حسني عبد ربه. كابتن ميدو معنى كده كابتن ميدو اللي انت بتقول لو حسني عبد ربه كمل في الفرقه انا مش موجود ومشيت خلاص
لو لازم تتخذوا قرار برحيل حسني عبد ربه. انا بكلمك دلوقتي وخد بالك حسني عبد ربه مهم جدا في الاسماعيليه وبيعشقوه في النادي الاسماعيلي. لا هو بيتكلم كمدرب ولاعب يا كابتن خالد، هو بيتكلم كمدرب ولاعب. انا بقول الحقيقه يا كابتن متعب. يا فندم اسمعوني بس، اتفضل. كل الكلام الاحترام لحسني عبد ربه وقيمته وتاريخه، ولو هو قال نفس الكلام حسني عبد ربه انا ما كنتش اقف جنبه. انا واقف جنب حسني عبد ربه من اول يوم جيت فيه الاسماعيلي، ولازم جمهور الاسماعيلي يفهم الكلام ده. بالحرام لما يكون لعيب النهارده راجع من 3 صليبي وبيشارك في 6 مباريات من اصل 7 وبيبدأهم، فده بالارقام. فانا النهارده مجلس اداره النادي الاسماعيلي لازم ياخد قرار مصيري للنادي الاسماعيلي، يا اما حسني عبد ربه يا اما النادي الاسماعيلي. يعني حسني عبد ربه عايز يبطل يا كابتن ميدو، يبطل كوره يعني. طيب سؤال يا كابتن ميدو، يروح انا مش هنزل الملعب وحسني عبد ربه موجود في طب الملعب. عندي سؤال يا كابتن ميدو بعد اذنك، المباريات اللي فاتت اللي اشترك فيها حسني عبد ربه كان مش بقرار منك؟ بقرار كابتن مدحت، انت عارفني. هو بيتكلم على المؤامره. لا معلش، ما انا عايز امشي واحده واحده. كابتن مدحت اتفضل. مفيش بني ادم يجرؤ في اي نادي انا بشتغل فيه طبعا، ده اللي احنا عارفينه، ده اللي احنا عارفينه. اسمع ده اللي احنا عارفينه كويس. انا النهارده بشارك حسني عبد ربه عشان حسني عبد ربه يقف على رجله مره ثانيه، زي ما ماتشات جابت شيكابالا، زي ما ماتشات جابت مروان، زي ما الماتشات جابت لعيبه كتيره، حسني عبد ربه زيهم. انما يتعمل لنا كارت ارهاب، يتقال لنا ان حسني عبد ربه ما ينفعش يخرج من ملعب النادي الاسماعيلي، انا بقول لكم مش ميدو اللي اتعامل معاه كده. طيب ده اخوه يعني، هو زي ما قال الكابتن خالد، هو لا يعني واخوه ملوش ذنب، اخوه هو ملوش ذنب. يا فندم اخوه هو، احنا ناس بنتعامل بمبدا احنا عارفين ايه اللي بيحصل كويس، دي مؤامره. احنا بنقول ان مش ميدو اللي اتعامل معاه كده، انا راجل بشتغل لمصلحه الفريق. اي لعيب لو ماسك توتي في الفريق وشايف ان هو لازم يطلع اخرجه من الملعب، ورغم ذلك انا تغاضيت عن المنظر اللي حصل ومفيش اي مشكله والدنيا عدت وعملنا العقوبه وحسني لعب وكل الكلام ده كله. مجلس اداره الاسماعيلي امام قرار تاريخي، يا اما يجيبوا مدرب بيعايز ياكل عيش ارزقي ويلعب لهم حسني عبد ربه في الماتشات، يا اما احمد حسام والحاج ابو السعود سامعني وانا لسه مكلمه قايل له الكلام ده. مش دول اللي بيتقال له حسني عبد ربه ما يخرجش بره الملعب، احنا مش ميدو اللي بيتقال له كده، وانتوا حضراتكم عارفيني وعارفين شخصيتي كويس جدا. طبعا انا راجل واقف جنب اللعيب وبحاول اوقفه على رجله وكل الكلام ده كله، لكن ده مش مناخ عمل يا كابتن مجدي. طيب يعني هنستاذنك للحظات يا كابتن ميدو بعد اذنك، يعني لانه الموضوع بتكلم فيه ده موضوع كبير وجماهيري جدا، فمن حق حسني عبد ربه ان هو يقول تاني. لا يا كابتن، لا انا ما تدخلنيش قدام لعيب. لا مش هدخلك، لا خالص. انا هستاذنك، هستاذنك وهرجع لك تاني. الكلام اللي هو يقوله هرجع لك بتليفون منفصل تاني يا كابتن ميدو. انا مقدر ان انت طبعا ما ينفعش مدرب يخش مع لاعب، انا مقدر ده تماما. هرجع لك بتليفون منفصل. كابتن مدحت اتفضل. نعم، الرساله بتاعتي الاخيره، مجلس الاداره لازم ياخد قرار. لازم ياخد قرار، انا برفع لهم الامر باكمله. كلامك واضح، كلامك واضح. يعني انت شايف يا كابتن ميدو قبل ما تقفل مفيش مجال للوفاق انت كمدرب وهو كلاعب موجود ومقيد جوه الفرقه؟ مفيش مشكله، انا ما عنديش مشكله ان انا ادربه، انما حسني عبد ربه مش هيشترك في المباريات طول ما انا موجود في النادي الاسماعيلي. خلاص كلام واضح. طيب يا كابتن لو احتاجنا لك تاني هستاذنك، هنرجع لك يا كابتن ميدو. لا لا خلاص، انا قلت كل خلاص، توصلت كل اللي انت عايزه بالفعل. انا قلت كل الكلام صحيح. نتمنى لك كل التوفيق يا كابتن ميدو، ربنا يخليك.